لا طبعا ماني متوترة أبدا أبدا. اليوم كلابي كلابي يوم الكونسرت، ما شفت بحياتي حدا بيقدر يسكت وما يخبر المعلومات القيمة مثل هاي قدي. بس حاجزة أنا التيكت من شهر 11 تقريبا. شوفوا الماسكات يلي جبتها بالخضار كوريية بس كتير عجبتني. المرة الماضية جربت ماسك الخس كتير حبيته. هلا قبل ما أحط الميك اب بدي أحط ماسك لأنه كان الترتيب تبعه رهيب، فعم فكر أحط اليقطين أو البابريكا. كنت عم أقول إنه إذا بدي أحط ميك اب أنا كتير خايفة إني أفتح مناحة لما يغنوا أغاني ألبوم هيل وإنه يصير باندا، فكتير محتارة بهذا الموضوع. بس بنفس الوقت كوني بدي أعمل فلوج وبدي أتصور، مو معقول ما أكون حاطة ميك اب. لهيك هأخذ معي شو اسمه ميك اب ريموفر احتياط. اذا فتحت مناحة كتير، يعني انا بتمنى اني ما افتح مناحة اني امسك اعصابي، بس اذا صار وبكيت يكون معي شي للتغطية عن الجريمة اللي بتصير بوشي. عملت شي كمان كتير كيوت. انا حاليا عايشة حالة فوضى فظيعة لانه مثل ما قلت بالفلوج هداك رجع محتواي عبارة عن مسافرة وراجعة، ففعليا مسافرة الأسبوع الجاي، يعني بعد شي أسبوع هيك شي. فكتير عم ضبضب، كتير بدي أخذ معي أغراض، لهيك كتير مكركبة بس متجاهلة كل الكركبة اللي أنا عايشتها ومركزة بس على اليوم. بخلص من اليوم بعيش نشاطي هذا كله وبعيش البهجة هي كلها بعدين برجع لكركبتي. بفقرة Get Ready With Me ما كنت عم احكي لاني كنت ناوية اعمل فويس اوفر، بس ما كنت عارفة انه تاني يوم ما حيكون عندي فويس اساسا قد ما صرخت. فبس كنت حابة اختصر وقت التصوير قدر المستطاع لاني عارفانة اني حصور كتير لحظات من الكونسرت، وانه ماني حابة يكون الفلوج كله ميك اب او حكي او هيك. كنت حابة يكون التركيز اكتر شي على الكونسرت نفسه. قبل ما البس ضب الاغراض، اول شي انينة مي، طبعا جبت حجم كبير لانه تقريبا رح نقعد 4 ساعات بالانتظار. نحنا 3 لهيك جبت كوكتيل لإلنا وقت الانتظار. ملت فطاير جبنة سويت معقم ايدين مشان بس ناكل محارم والجزدان والتيكت. الاوتفيت هو تصميمي، انا عملت هي الكنزة بالكروشيه والنتيجة كتير عجبتني وكتير طلقت مدح. ما تخيلت يكون هيك العجقة. مش مخاين فلوك. بس مو معقول، كتير 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 الصف طويل فما بتتخيلوا قدامنا ورانا. الحمد يعني انا جيت الساعة 4 والكونسرت قد معنا وكل حالي جاي شوي بكير، وقلنا اكيد يعني انه عادي انه معلش دروس ما حيكونوا كتار الناس اللي جايين. بس او ماي جاد طلعوا الناس اللي بيعرفوهم كتار، حرفيا حارة كاملة هيك لافة على بعض وكله لابس كمان كنزات والهوديز تبع ذا روز. الساعة 5 والناس لسه عم تكتر والعجقة عم تكتر والتوتر عم تكتر. بيني وبين ذا روز بس هي الحديقة هلن ورا. هلا وقت الساوند تشيك هم يعملوا فدخلوا بس تبع البي اي بي وانا قاعدة هون. بس ما بلش الساوند تشيك بس
هذا الفوز اللي ما تنورش. فيديو Thank you.
See you guys on Tam from the Rose. Hello guys, I'm Hudson from the Rose. It is so happy to see you here. That's beautiful song. Yeah, if you look here, up from up here, you guys look like freaking Rose Garden. Can you guess what my favorite color is? I don't see a lot of red here. Somebody's getting the clue here. Do I see a lot of red here? Take.